متسعة من المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الإنسان. نحن جد سعداء باستضافتكم بعد الظروف القاسية التي عاشها الشعب المغربي والعالم بفعل الجائحة. نحن جد سعداء بالالتقاء في أجواء المهرجان، والمهرجان الأول في العالم العربي الذي يهتم بحقوق الإنسان وقيمة حقوق الإنسان على مختلف المستويات. أفلام مشاركة وهي 8 أفلام من بينها 5 أفلام وثائقية طويلة وثلاث أفلام وثائقية طويلة وخمس أفلام وثائقية قصيرة. كذلك تم استعراض لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الدنماركي قبلاوي رئيس مهرجان مملوف السويد، وفي عضويتها مخرجة من مصر وكذلك ناقدة سينمائية من تونس، أيضا مخرج دنماركي ومخرج إيطالي. المهرجان ينعقد في واحد الظروف صعبة اللي تتعيش البلاد كسائر البلدان في ظل انتشار جائحة كورونا اللي الحمد لله الدولة ديالنا قطعت شوطا كبيرا من أجل مكافحتها سواء على مستوى التلقيح أو الإجراءات مواكبة له. لكن بدون شك أيضا الأنشطة السينمائية، الأنشطة الثقافية بصفة عامة والفنية قد تأثرت بهذه الجائحة. نحن بطبيعة الحال مطالبون أولا باحترامات إجراءات الحجر الصحي، اللي من بينها أنه حضور مخصوص فوق 50 ديال الأشخاص. لذلك حرصنا أولا على هذا العدد باش ما نفوتوش، ومن جهة ثانية حرصنا أن الأنشطة تتنوع ما بين الحضوري وما بين الفيرتيال. انا جد سعيد بتواجدي في هذا الايفينمون اللي هو مهم، وبخصوص فكاين تكريم ديال الاب ديالي الراحل الموسيقار حسن مقري، وانا كنشوف انه هذا تكريم في محله ملي كرموه الناس ديال هيئه حقوق الانسان. وفي هذا الاطار ديال هذا المهرجان اللي كيجبد الحريات، يعني حريه الكلام، حقوق الانسان، مشاكل اللي كاينه في العالم، الحروب، العدالة اللي كاينه في بعض المناطق في العالم. فهذا المهرجان انا بصراحه عجبني بزاف التيمة ديالو، يعني كنشوف انه كيجمع هذا المهرجان ما بين الفن والانسانيه، وهذا الشيء اللي كان حتى هو الاب ديالي كيجمع ما بين الانسانيه والفن. كان الفن ديالو عنده رساله، والحمد لله الرساله ديالك با راه وصلت وراها في التاريخ تكتبت. انا الحمد لله مورا هذه الوقفه كنسميها، فهي وقفه تامل بالنسبه لي. بزاف ديال الناس وبزاف ديال الدول استغلوا الفرصه من هذه الوقفه باش يشتغلوا على بزاف ديال الميادين، فانا بالميدان ديالي الفني والفكري فاشتغلت وزدت وطورت راسي وبدلت شي حوايج كان خصهم يتبدلوا. التغيير كان ضروري، كان خصو يكون، يعني في دائما باش كتوصل لواحد العمر كتدوز واحد الوقيته خاصك توقف ودير النقط على الحروف وتشوف شنو خاصك، واش ترجع واش تعاود الطريق كيف ما تعرف شنو الطريق كيفاش تمشي. فالحمد لله راني في الاغنيه الخامسه غير في هذا العام، اغنيه قالوا لي انساها، اللي هي كنحتفلوا ب 50 سنة ديال هاد الأغنية اللي غنوها الإخوان مقري حسن ومحمود، أغنية شهيرة في 1971 سجلت باريس افيك لا ميزون فيليبس في أوج يامات العصر الذهبي للإخوان مقري. فهاد الأغنية كنتمنى لها تزيد تعيش بهاد لا نوفيل فيرسيون،
وهذا التوزيع الجديد اللي درنا لها ديال 2021 كما كانت سابقة وقتها في 71 فالآن حتى الآن الي مودرن وعصرية. و كاين غير الكليب، كاين ألبوم ميغري مانيا، كاين جولات إعلامية. أنا الآن دابا ما بين التلفازات والراديوات كندير جولة إعلامية، وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله ان شاء الله. فانا قريت السينما في ليسكا في انستيتيو سبيسياليزي دي سينما اي لوجو فيزوال، قريت السينما في جامعه عبد الملك السعدي مارتيل. عندي درايه بهذا الميدان من ناحيه الفيديو كليبات، من ناحيه كنت معروض ضيف شرفي في الفيلم الكبير عيد الميلاد ديال النبي لطيف الحلو، سي لطيف الحلو المخرج الكبير لطيف الحلو. عندي واحد العرض جديد في فيلم تلفازي حتى نسني الكونترا ونقول لكم بالضبط شنو كاين. الدور الوثائقي والسينمائي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تسليط الضوء على الانتهاكات على مستوى العالم، تعزيز التعايش، الحقوق الثقافية، التعايش السلمي، الحوار، السلام. يعني السينما اليوم لها دور، ولا سيما أيضا ممكن استفادة من الأفلام القصيرة في تدريس مناهج حقوق الإنسان بتسليط الضوء على كل الانتهاكات يعني لكافة الفئات، وبالتالي تفيد أيضا البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان ومبدأ حماية حقوق الإنسان. وهذا يعني يزيد أيضا أمر مهم جدا والتطور الهام لدى المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس نصره الله. يعني تطور حقوق إنسان، مهرجان الأول من نوعه من الوطن العربي، مشاركات المجتمع المدني، أدوات حقوقية، يعني كلها أدوار مهمة جدا، يدل أن المغرب قد قارب على انتهاء المسار الديمقراطي وباتجاه الانتقال الديمقراطي. اليوم عشنا أجواء جد رائعة على اعتبار أننا اليوم نفتتح الدورة التاسعة من المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان الذي يعرف مشاركة 8 أفلام هذه السنة. تيمتها هي حقوق الإنسان، مرتبطة بعدة مواضيع: المرأة، الطفل، الوضع الحقوقي في بعض الدول الأوروبية والعربية. هذه الدورة التي جاءت في ظروف جد صعبة ألا وهي ظروف الجائحة، ولكننا وللحمد لله نجحنا في افتتاح هذا المهرجان اليوم بمشاركة عدد من الشخصيات والصحفيين والمثقفين الذين حضروا بكثافة ليوم الافتتاح. وقد عرفت هذه الدورة كذلك تكريم كل من الراحل الفنان والموسيقار حسن ميغري، وكذلك إحدى رائدات العمل الحقوقي على المستوى الدولي، وأحد المخرجين الدوليين غودي غوز وماريا غونيز التي تعتبر من رائدات العمل الحقوقي بفرنسا وبعض الدول الأوروبية كذلك. هذه الدورة يتم تنظيمها في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها مرتبطة بالجائحة، لكن في نفس الوقت رعيت فيها جانب الاحترازات والجانب ديال الجانب الصحي، فاتخذت اللجنة المنظمة قرار تنظيمها عن بعد، وكذلك أن يتم عرض الأفلام وبثهم مباشرة للجنة التحكيم التي ستتولى اتخاذ القرار فيما يخص تباري 8 أفلام. هذه الأفلام تعتبر على 3 جوائز، أهمها جائزة حقوق الإنسان. بالتأكيد الدورة التاسعة هي امتداد للدورة السابقة، وهذه الدورة تم إلحاقها بالدورة السابقة خاصة فيما يرتبط في الأهداف التي سطرت فيما سبق. يعني الدورتين الثامنة والسابعة اللي سبقوها
كانت هناك مخططات يجب تطبيقها في الدورة التاسعة. من بعد هذه السنتين اللي وقعت فيهم هذه الإشكالية ديال الجائحة، تم أخذ بالاعتبار جميع النقاط اللي كان مفروض أنها تكون محققة في الدورة السابقة، وتم التدارك ديالها، وفعلا الآن كنقولوا اللي تحققت في الدورة التاسعة بإذن الله إن شاء الله في هذه الانطلاقة الجيدة اللي وقعت فيهم.